الناس اللي عايزة تتخلص من النحس وقلة الرزق وتعطيل الجواز وإزالة الكرب وتوقيف الحال والسحر والحسد والعين، الحاجات دي كلها هقول لكم على حاجات، بس أهم حاجة اللي احنا نمشي بيها ونعملها صح إن شاء الله، وبإذن الله هتلاقوا خير وهتلاقوا سعادة وهيفك تعطيل الجواز إن شاء الله، بس تمشوا معايا خطوة بخطوة صح. الطريقة اللي أنا هقول عليها دي تتعمل لي يومي ساعة بس، يومي لمدة أسبوع، بس أهم حاجة قبل ما أقول إحنا نعمل إيه، ده أهم حاجة، إنها أول ما نبدأ فيها نبدأها يوم الخميس، دي أهم حاجة، ونكون متطهرين وملابسنا طاهرة والبيت طاهر أو المكان اللي هنقعد نقرأ فيه يكون طاهر، مفهوش لا كلاب ولا قطط ولا حيوانات ولا عصافير ولا طيور ولا أي حاجة من دي خالص، دي أهم حاجة إحنا لازم نعملها. أول حاجة نقولها إن إحنا نصلي على النبي 100 مرة ونستغفر 100 مرة ونقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة، ونقرأ سورة ياسين كاملة، وبعد كده نقول ليس لها من دون الله كاشفة 1153 مرة، ونقول الدعاء ده كمان يا حي يا قيوم اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة المباركة باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم المخزون المكنون النور الحق البرهان المبين الذي هو نور مع نور ونور من نور ونور في نور ونور على نور ونور فوق نور ونور تضيء به كل ظلمة ويقصر به كل شدة وكل شيطان مريد وكل جبار عنيد لا تقر به أرض ولا يقوم به سماء ويأمن به كل خائف ويبطل به سحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد ويتصدع لعظمته البر والبحر ويستقل به الفلك حين يتكلم به الملك فلا يكون للموج عليه سبيل وهو اسمك الأعظم الأعظم الأجل الأجل النور الأكبر الذي سميت به نفسك واستويت به على عرشك وأتوجه إليك بمحمد وآل سيدنا محمد أن تفرج همي وغمي وتيسير لي جميع أموري وأن ترزقني من حيث لا أحتسب عاجلا غير آجلا إنك على كل شيء قدير. والطريقة دي تتقال 7 مرات، الدعاء ده يتقال 7 مرات، لو مشيتوا على الطريقة دي بانتظام يومي لمدة أسبوع الطريقة دي قوية جدا لقضاء على الحاجات، جربوها وهتدعوا لي.